بأهازيج ما انطلقت به تشرين خلال العام الأول، شباب البصرة اجتمعوا مستذكرين أيام المطالبة بوطن خال من الأحزاب، محددين يوم استشهاد صفاء السراي لإقامة وقفتهم، لكن قوات مكافحة الشغب منعت ذلك بالقوة. الآن حاولوا أن المتظاهرين أبعادهم عن الساحة. السبب؟ شنو السبب؟ سبب تجمع بالساحة. اكو موافقة لو ماكو موافقة تظاهرة؟ اكو موافقة. احنا عندنا موافقة، احنا اليوم ذكرى السنوية الثانية للشهيد صفاء السراي، وهسه حاولوا أبعادهم. التجاوزات اللفظية والتلويح بالضرب من قبل العناصر الأمنية تجاه المتظاهرين وكادر قناة التغيير فرقت التجمع قبل أن يكتمل، لكنه سيعاد احتراما لشهداء خرجوا مطالبين بحياة حرة وعيش كريم. طبعا ثورتنا مستمرة رغم كل الظروف، مستحيل نتراجع لأن دماء الشهداء مو لعبة، شهداء استشهدوا على مود غيرون من واقعنا، ولازم نستمر وما نخذلهم. اليوم احنا أعدادنا قليلة بالساحة بسبب بعض الأحداث اللي مر بها البلد. صار بالساحة اليوم نزلوا قوات مكافحة الشغب حتى يقمعونا لأن أعدادنا قليلة بسبب الانتخابات. احنا يعني تعرف متخوفين الشباب ما ينزلون بسبب الناس اللي نازلة. ذكرى تشرينية في مكان انطلاقها قبل عامين لم تكتمل بضغط وتجاوزات أمنية، وبحسب متحدثين ستعد لها العدة في قادم الأيام بخطة تجمع تتجاوز قدرات العناصر الأمنية لإقامتها بعيدا عن الاعتداء عليهم. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.